هدد ممثل وفد المعارضة السورية في مفاوضات أستانا يحيى العريضي باللجوء إلى خيارات أخرى إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين، مضيفا أن الجانب الروسي وعد المعارضة السورية بأن يساهم في معالجة قضية المعتقلين والمحتجزين. نحن نؤكد أن على عملنا في مسار أستانا وهو متابعة لعمل وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، فنحن فريق واحد، وإذا لم يحقق لقاء أستانا إطلاق سراح المعتقلين وضمانة جادة وأكيدة على خفض التصعيد على طريق وقف شامل وكامل لإطلاق النار، حيث أن هناك من لا يريد لأستانا أن يكون لها نتائج، وبناء عليه نقول السوريون أمام حقيقة البحث عن خيارات أخرى وكثير منها متوفر لديهم.